أخبار اليوم. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا مصر. طبعا الخطة الأمنية على مستوى مدينة القاهرة منتشرة في جميع الميادين وجميع المحاور لإحكام السيطرة الكاملة. أنا بحبك يا شيشي. إحكام السيطرة الأمنية ويعني التصدي لكل من يحاول إن هو يتجاوز عن يعني عن القانون، ويعني هيتم التعامل معاه بكل حزم، ويعني إنما إن شاء الله حتى الآن لم يتم رصد أي تجاوزات، وإن شاء الله كده اليوم وكل الأيام تعدي بخير وسلام إن شاء الله.